بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والمبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، إحنا قلنا في مسائل الديسيمال سواء ادنج أو سبتراكتنج، الهول نمبر اللي جاي كده من غير بوينت ده ممكن نحط له بوينت أهو، دول كام؟ تو ديجيتس، 1 2 أحط له تو زيروز. هنا برضو ده أحط له بوينت، ودول كام ديجيت؟ 3 أحط له 3 زيروز. وهكذا. هنا برضو ده بوينت و3 ديجيتس، احط بوينت و3 زيروز. هنا دي برضو ده ما عندوش بوينت، يبقى بوينت، ودول كام واحد؟ 1 2 3، خلاص 3 زيروز. طيب هنا ده بوينت ودول 3 ديجيتس، بس ده 1 ديجيت، لا نحط ده 2 زيروز. واحد يقول لك بس هنا دول 2 ديجيتس، مش لازم، مش مشكله الهول نمبر اللي هو هنا ده، مش مشكله، انا المهم ان لازم اللي على اليمين ده اللي بعد البوينت لازم اخليه قد بعض. طب هنا ده بوينت و1 ديجيت بس، ودول 3 ديجيتس، لا احط ده 2 زيروز. كده انا ظبطت المسائل. نعمل بقى ماينس عادي وبلس عادي بعد كده. في ناس بقى يقعد يقول لك في البلس انا ايه، مش لازم احط بوينت زيروز، انا اعمل 2 و3 و5 وخلاص، وبوينت 58 ماشي، بس هيجي في بعض مسائل زي الماينس اللي جاي هو النمبر في الاول هنتلخبط لو انا ما حطيتش زيروز. فانت رايح دماغك وحط بوينت وزيروز وخلاص، مش هتغرم حاجه. وبعد كده تعمل بلس عادي، 8 بلس 0 8، 5 بلس 0 5، وبعدين البوينت 3 بلس 2 5. هنا دي بقى ماينس، الماينس تاخد بالنا اول زيرو بيبقى 10، الزيروهات اللي بعده 9، ده بيبقى 6. ليه بقى؟ لان احنا عارفين ان ده هيجي يستلف من الزيرو مش هيديله، هيرجع يستلف من الزيرو اللي جنبه مش هيديله، هيرجع يستلف من 7 بقت 6، والزيرو ده بقى 10، يرجع يستلف اللي جنبه بقى هو 9 وده 10، فلفه كبيره. فاحنا في الماينس لما يجي لي زيروهات في الاول كده اقوم قالب اول زيرو ده 10 والزيروين دول ناينات، واحنا عارفين الكلام ده من واحنا صغيرين، ونغير لل 76. طيب نيجي بقى، بقت سهله، 10 ماينس 5 5، 9 ماينس 7 2، 9 ماينس 6 3، احط البوينت، وبعدين 6 ماينس 2 4. طب اللي بعدها 5 بلس 0 5، 2 بلس 0 2، 6 بلس 0 6، احط البوينت، وبعدين اجمع 4 و9 13. طب هنا 5 ماينس 0 5، طبعا غير دي 0 ماينس 5 ما ينفعش، لازم اعمل ده 10 والكلام ده، لكن 5 ماينس 0 5 عادي، 2 ماينس 0 2 طالما كبير ماينس صغير عادي، 6 ماينس 0 6 بوينت، بعدين 9 ماينس 4 5. طب لو جينا في دي 0 بلس 8 8، 0 بلس 2 2، 5 بلس 3 8 بوينت، 2 بلس 7 9، وبعدين ال 1 لان مفيش حاجه تتعمل مع ال 1، يعني مش هعمل 2 مع 7 وارجع اعملها مع 1، لا 2 بلس 7 9، وال 1 مفيش حد يتعامل معاه، او في ناس بيحط 0 هنا على الشمال عادي مش غلط. طيب نيجي على دي 0، اه ده دي جايه ماينس 0 ماينس 9، محدش يقول لي 9، لا الزيرو ده هيبقى 10، الزيرو اللي بعده هيبقى 9، وده هيقل 1 هيبقى 1 على طول كده. ليه بقى؟ لان القصه المعروفه ان هو الزيرو ده مش نافع، فنستلف من اللي جنبه مش نافع، نستلف من ده بقى 1، وبعدين ده يبقى 10، يرجع ده يسلف اللي جنبه يبقى 9، وبعدين ده يبقى 10. فاحنا بنريح دماغنا، اول زيرو يبقى 10، الزيرو اللي بعده اي زيروات جايه بعده بتبقى ناينات، بعد كده النمبر اللي بقى اللي عليه الدور او الديجيت اللي عليه الدور بيقل 1 يبقى 1. نبتدي بقى 10 ماينس 9 1، 9 ماينس 2 7، 1 ماينس 7 مش نافع خلاص، بورو من اللي جنبه بقى ده 2، ده بقى 11، 11 ماينس 7 4 بوينت، ده بقى ايه 2 ماينس 3 مش نافع خلاص، بورو من ده بقى ده 5، وده بقى 12، 12 ماينس 3 9، وبعدين دي تنزل 5. بس ده ببساطه كريفيجن على الايه، على الادنج اند سبتراكتنج ديسيمالز في اشكالها المختلفه بمنتهى البساطه يعني. ان شاء الله اتمنى يكون